صباح الرضا عليكم يا جماعه. النهارده معانا خبر عجيب وفيديو غريب جدا لمهندس من أوسين بيرمي فلوسه من البلكونه على الناس الغلابه. تعالوا نشوف. اهالي أوسين في الجيزه امبارح اتفاجئوا العصر كده، مهندس معروف في المنطقه عندهم، كان مهندس بترول سابق اسمه المهندس صبري صدومه، وهو على المعاش دلوقتي بينده عليهم وبيجمعهم عشان خاطر ينمى عليهم رزم فلوس، وبالفعل رمى عليهم فلوس كتير، وكانت الدنيا زحمه جدا جدا جدا، حتى الشرطه ما قدرتش تعمل حاجه، وجت متاخر وفضت التجمهر الكبير ده من غير اي كمامات، وبناء عليه تعالوا نشوف. يا رب وعدنا بقى واحد زي البشمهندس صبر ده يكون جار لينا كده يا رب، واحنا يعني خدامينه في اي حاجه. طبعا اللي عملوا كده قال للناس ادعوا لعمكم صبري، اللي هو يعني وقال لهم ادعوا لعمكم صبري، والناس دعت له والراجل فل وزي 100، وربنا يتقبل منك يا عم صبري يا رب، وعدنا جيره عم صبري. اللي عايز العنوان بقى نكتبه في الديسكريبشن عشان خاطر لو حب يعني ياخد شقه او اي حاجه يسكن جنب عم صبري، ربنا يوفقه. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد بننزله. سلام.